بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 20 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى برنامج من مستمع الرمز يدفني بالحروف ألف يا جيم. أخونا يقول: إنني قد حجيت والحمد لله، ومحافظ على الصلاة، وأقوم الليل، وأحفظ قليلا من القرآن، وأصوم رمضان، إلا أنني في مرة من المرات ارتكبت منكرا من المنكرات، ثم عدت وصليت لله ركعتين وبكيت كثيرا وندمت. واسأل الآن، هل بطلت حجتي أم أنها علي أم أنها لا زالت صحيحة؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن المسلم الذي يحافظ على أركان الإسلام ويتجنب ما حرم الله سبحانه وتعالى ويؤدي ما أوجب الله عليه من أوامر دينه حسب استطاعته، هذا يرجى له الخير الكثير. وإذا وقعت منه معصية، فالواجب عليه أن يبادر بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، والله يتوب على من تاب. وهذه المعصية لا تؤثر على بطلان الحج، ولا هذه المعصية لا تبطل حجه ما دامت أنها معصية دون الشرك ودون أنواع الردة عن الإسلام. ما دامت أنها معصية دون الشرك ولا تقتضي الردة عن دين الإسلام، فإنها لا تفسد حجه أو تبطل إسلامه، ولكن عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى منها، وأن يستغفر وأن لا يعود إليها، وأن يتبع ذلك بالحسنة على سبحانه وتعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فالواجب على المسلم إذا وقعت منه معصية أن يبادر بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يتبعها بالحسنات الماحية، والله يتوب على من تاب. جزاكم الله خيرا. هل الحجاب الذي يكتب من القرآن ويلبس على الجراح حرام أم حلال، علما بأنه مكتوب بداخله آيات قرآنية؟ جزاكم الله خيرا. لا تجوز كتابة القرآن وتعليقها على الشخص على الصحيح من قول العلماء، لأن ذلك وسيلة إلى تعليق ما لا يجوز تعليقه من الحجب الأخرى، ولأنه لم يدل دليل على جواز ذلك، لم يدل دليل على جواز كتابة القرآن وتعليقه على الأشخاص من أجل الاستشفاء بذلك أو الوقاية من العين أو الحسد أو ما أشبه ذلك، ليس هناك دليل صريح يدل على جواز ذلك، ولأن هذا أيضا يفضي إلى امتهان القرآن، يعني إلى تعريض القرآن للإهانة، وأن يدخل الإنسان به في محلات غير اللائقة بالقرآن ودخول الخلاء غير ذلك. الحاصل أن المحاذير كثيرة، فلا يجوز هذا العمل، تعليق الحجب على الأشخاص سواء على الذراع أو على رقبة أو غير ذلك، وإنما المشروع الرقية بالقرآن للمصاب، يعني يقرأ عليه من القرآن، يقرأ عليه القارئ أو هو يقرأ على نفسه وينفث على نفسه، يعني يقرأ سورة الفاتحة وما تيسر معها والمعوذتين وما تيسر من القرآن، ويقرأ وينفث على نفسه أو يقرأ عليه أخوه وينفث عليه مدركه، فهذا هو المشروع وهو الذي وردت به الأدلة وهو الرقية الشرعية. أما تعليق الحجب فهذا أمر لا يجوز على الصحيح ولو كانت من القرآن الكريم. لا. جزاكم الله خيرا. المستمع عيد محمود كعوك بعث برسالة يسأل ويقول: كنت راعيا للغنم، وكانت بعض الأغنام تهلك عند مورد الماء، لكنني لم أخبر صاحب الحلال بذلك خوفا منه، هل أكون آثما؟
إذا هلكت بدون تعدى منك ولا تضيق منك فلا حرج عليك لأنك لم تتعدى، وكونك تخبر صاحبها أبرأ لذمتك ولأجل أن لا يظن فيك ظنا سيئا، فالواجب أن تخبره بالحقيقة وما حصل لهذه الماشية وأنها تلفت بسبب كذا وكذا من أجل أن أبرأ ذمتك من العهدة ومن أجل أن يكون صاحبها على خبر منها ومعرفة بواقعها ولئلا يظن بك سوءا. جزاكم الله خيرا. إذا رزق الرجل بمولود ذكرا كان أو أنثى فماذا يجب عليه أن يفعل ابتداء من العقيقة؟ جزاكم الله خيرا. من رزق بمولود فإن هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى عليه، فالواجب عليه أن يشكر الله سبحانه وتعالى، ثم أيضا يشرع له أن يؤذن في أذن المولود اليمنى وأن يقيم الصلاة بأذنه اليسرى، هذا مستحب وليس بواجب، لأن هذا فيه فائدة للمولود كون أول ما يسمع ذكر الله سبحانه وتعالى ويكون أول ما يدخل أذنه ذكر الله سبحانه وتعالى، فيه فائدة للمولود، هذا مستحب إذا تيسر. وكذلك يشرع لوالد الطفل أن يختار له الاسم الطيب، أن يسميه باسم حسن ويتجنب الأسماء السيئة، فإن هذا من حق المولود على والده. وكذلك مما يستحب له ويتأكد في حق الوالد أن يعق عنه بأن يذبح عن الذكر شاتين وعن الأنثى شاتا واحدة في يوم تابعه أو بعد ذلك من الأيام، ويفعل بالعقيقة مثل ما يفعل بالأضحية، لأن يأكل ثلثا ويهدي ثلثا لجيرانه وأصدقائه، وأن يتصدق بالثلث أيضا يجعلها أثلاثا، ثلثا يأكله في بيته وأهله، وثلثا يهديه لأصحابه، وثلثا يتصدق به على الفقراء والمحتاجين. ومما يجب على الوالد نحو ولده إذا بلغ سن التنين أن يربيه التربية الحسنة ويعوده الأخلاق الفاضلة ويعلمه القرآن بقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فالمولود عهدة على والده إذا بلغ سن التنين أن يؤدبه وأن يعلمه أمور دينه وأن يحفظه القرآن وأن يأمره بالصلاة وأن يتعاهد سلوكه وأن يجنبه الأخلاق السيئة وقرن السوء. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بتوقيع أحد الأخوات المستمعات، تقول أم البراء من الرياض: أختنا لها عدد من الأسئلة، في أحدها تسأل عن الكيفية الصحيحة التي تثبت القرآن في قلب حافظه فلا ينسى منه شيئا. جزاكم الله خيرا. الطريقة الصحيحة لثبات حفظ القرآن هي تكرار التلاوة، أن يكثر من التلاوة وأن يتعاهد القرآن كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. قد أرشد صلى الله عليه وسلم إلى تعاهد القرآن بمعنى تكرار تلاوته، قال صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا هذا القرآن فإنه أشد تفلتا من الإبل في عقلها، أو أشد تفصيا من الإبل في عقلها. فالذي يثبت القرآن في ذاكرة المسلم هو كثرة التلاوة والتدبر في كتاب الله عز وجل. جزاكم الله خيرا. إذا قلت أنا ملتزمة، هل في هذا شيء يخالف الشرع؟ لا داعي لمثل هذا، لأن هذا تزكية للنفس. الله تعالى يقول: ولا تزكوا أنفسكم، يعني لا تمدحوها بالدين والاستقامة، لأن هذا يكون فيه شيء من الغرور والإعجاب أو المن على الله سبحانه وتعالى. فالإنسان لا يزكي نفسه، وإنما يعتبر نفسه مقصرا دائما، يعتبر نفسه مقصرا دائما في حق الله، وهو كذلك، هو مقصر في حق الله مهما عمل من الأعمال، لأن حق الله عظيم ونعم الله كثيرة، ولكن الله غفور رحيم. فعلى المسلم أن يعتبر نفسه مقصرا في جانب الله، وأن يستغفر من الخطأ والنقص. قال تعالى: فاستقيموا إليه واستغفروه، لا بد من خلل ولا بد من نقص. جزاكم الله خيرا. ما حكم لبس الملابس التي لها كم فوق المرفق، وما حكم الكم الذي تحت المرفق بقليل؟ جزاكم الله خيرا. بالنسبة للمرأة يجب عليها أن تلبس الملابس الدافئة التي تستر ذراعيها وكفيها عن الرجال الذين ليسوا من محارمها. أما بالنسبة للرجل فلا بأس أن يلبس لباس قصير الكم أو الطويل الذي يصل إلى الرفق
أو الجنبين أو يقصر عن ذلك إلى نصف الذراع أو إلى المرفق. الرجل لا بأس أن يلبس اللباس القصير الكم، ما لم يكن في هذا تشويها أو يكون في هذا شيء من الشهرة. جزاكم الله خيرا. ما الحكم فيما إذا دعت الفتاة بأن يرزقها الله زوجا صالحا يعينها على طاعة الله وعلى الفقه في الدين؟ هذا أمر مشروع، لا، أن المسلم يسأل الله كل حوائجه، كل ما يحتاج إليه، لأن الإنسان فقير من الله سبحانه وتعالى. الرجل والمرأة كل منهم يسأل الله كل ما يحتاجه، ومن أهم ذلك الزواج. الرجل يسأل الله أن يرزقه زوجة صالحة، وكذلك المرأة تسأل الله أن يرزقها رجلا صالحا، لأنه لا غنى لأحدهما عن الآخر، وهذا إنما هو بيد الله سبحانه وتعالى. فهذا شيء طيب أن المرأة تسأل الله أن يرزقها زوجا صالحا. جزاكم الله خيرا. المستمع أحمد محمد أحمد أبو القاسم من جدة بعث برسالة يقول فيها: ما حكم الدين في المال الزائد الذي يعطى للعامل من بعض العملاء أي ما يسمى بالبخيل؟ وما حكم أخذ هذا المال دون علم صاحب المحل التجاري؟ وما الحكم في صرف هذا المال في وجوه الخير؟ وهل يعتبر هذا من الأمور التي أنكرها النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأل ذلك الصحابي: من أين لك هذا؟ جزاكم الله خيرا. العامل الذي في المتجر أو غيره أو في المصنع أو غير ذلك من المحلات التي يرتادها الناس لشراء السلع منها أو المصنوعات، يجب عليه أن يصدق في معاملته مع الناس، ولا يجوز له أن يأخذ من الزبائن أو من العملاء شيئا من المال، وإنما يقتصر على راتبه أو أجرته من صاحب المحل. لا يحل له إلا مرتبه أو أجرته من صاحب المحل، ولا يجوز له أن يأخذ من الزبائن شيئا، لأنه إذا أخذ شيئا من الزبائن فإن هذا يسبب التلاعب في البيع والشراء، وربما يخون صاحب المحل ويتساهل مع الزبائن بسبب هذه الرشوة أو هذا العطاء الذي يعطيه الزبون له، يتساهل ويضر صاحب المحل، بينما يتساهل مع من يدفع له من الزبائن ويتشدد مع من لا يدفع له من الزبائن الآخرين، فيسبب ذلك إضرارا للزبائن وخيانة لصاحب المحل. الواجب على العجير أن يقتصر على أجرته وأن يصدق في تعامله مع الناس، وأن يعمل بالنظام الذي يسير عليه المتجر أو المحل إذا كان هذا النظام لا يتعارض مع الحكم الشرعي. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من ليبيا مستمعة تقول: أختكم حواء ميمي لها جمع من الأسئلة، في أحدها تقول: إنها ابتليت بالشك والوسوسة كيف وقع لها ذلك، وهي تصف نفسها كما تقول بأنها من ذوات الصلاة منذ صغرها. جزاكم الله خيرا. الشك والوسوسة هذه أمراض نفسية، وهي نتيجة لتسلط الشيطان على المسلم، فعليها أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، أن تكثر من ذكر الله عز وجل، لأن ذكر الله يطرد عنها الشيطان، وعليها كذلك أن لا تلتفت للوساوس أو تهتم بها أو تنفعل معها، لأنها لا تضرها بإذن الله، بل ترفضها رفضا تاما وتطرحها، وبذلك تذهب عنها بإذن الله. جزاكم الله خيرا. تقول: لدي أخت أرملة تعيش معنا ولديها 5 أطفال أيتام، أحيانا يعملون أعمالا تغضبني فأضربهم، فهل يجوز لذلك علما بأنني أحبهم ولا أضربهم إلا لتربيتهم وتأديبهم؟ الضرب الذي يكون من أجل التأديب ولا يكون فيه شدة ولا تجاوز أو يكون بدون سبب لا بأس به، لأن هذا من مصلحة الطفل. الضرب اليسير، الضرب غير المبرح، والذي يكون بسبب خطأ من الطفل من أجل أن يتنبه لتجنب هذا الخطأ، هذا أمر لا بأس به، بل هو أمر مطلوب، لأنه مطلوب من تربية الأولاد وتأديبهم وتحذيرهم من الأخلاق السيئة. في قريتنا كثير من المساجد، فإذا حان وقت الصلاة ارتفعت الأصوات بالأذان، ولكن ألاحظ أن بينهم دقائق مختلفة في التوقيت، هل يجوز أن أصلي عند سماع الأذان الأول أم أنتظر حتى ينتهي المؤذنون كلهم؟ جزاكم الله خيرا. لا بأس أن تصلي عند سماع الأذان الأول، ولها أن تنتظر
الأمر في هذا واسع، لأن المؤذن الأول إذا كان يؤذن على التوقيت فإنه حينئذ يبدأ وقت أداء الصلاة، فإن صلت في أول الوقت أو تأخرت إلى زمن يسير فلا بأس بذلك، الأمر في هذا واسع والحمد لله. جزاكم الله خيرا. بالنسبة لسنة الفجر، هل أصليها بعد الأذان مباشرة؟ لا بأس، إذا كان الأذان على طلوع الفجر حينها يبدأ وقت سنة الفجر، أما إذا كان الأذان متقدما على طلوع الفجر فلا، لا يبدأ وقت سنة إلا بطلوع الفجر. جزاكم الله خيرا. عند قراءة القرآن الكريم يقع مني أحيانا بعض الأخطاء، فهل أكون آثمة؟ إذا لم تتعمديها فلا إثم عليك، ولكن عليك بمحاولة إصلاحها ومحاولة معرفة القراءة الصحيحة، أما إذا كان هذا هو منتهى استطاعتك فلا حرج عليك. قوله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتسعسع فيه فهو عليه شاق له أجران. إذا كان هذا هو منتهى استطاعتك فلك في هذا الأجر الكبير إن شاء الله، ولكن عليك بمحاولة إصلاح القراءة مهما أمكن ذلك. هل يجبر الإنسان على تلهفه لسماع البرامج الدينية وعلى حرصه على ألا تفوته، وكذلك شراء الأسلقة وتسييدها وتعاطيها، وهل يؤجر أيضا على ما وقع في قلبه من الراحة والطمأنينة والسعادة، وعلى ما يدل ذلك؟ جزاكم الله خيرا. كل هذه من علامات الخير، كون الإنسان يتطلع إلى سماع البرامج الدينية ويشتري الأسلقة الدينية ويحبها، كل ذلك دليل على إيمانه وعلى حرصه على الخير، هو يؤجر على ذلك، يؤجر على نيته الطيبة وعلى عمله الصالح وعلى اقتنائه للكتب النافعة والأشرطة المفيدة وتحريه لهذه البرامج وسماعها، كل هذا يدل على الخير وعلى الرغبة في الخير، ويؤجر عليه، يؤجر على نيته ويؤجر على عمله ويؤجر على ما يبذله في سبيل ذلك من الوقت والمال. جزاكم الله خيرا. نحن نعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوصانا بالإقبال على الله في العبادات والإكثار من النوافل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومواصلة الأقارب الآخر، فإذا صلى الإنسان 8 ركعات الضحى وأربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين قبل العصر وركعتين قبل المغرب وركعتين بعدها وصلى بعد العشاء النافلة 10 ركعات، فهل يكون قد نفذ توصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإضافة إلى تلاوته للقرآن الكريم وأمره بالمعروف ونهي عن المنكر؟ نعم، المسلم يؤجر على كل ما يفعله من الخير، وما جاء في السؤال هو سؤال عن صلاة الضحى والرواتب التي مع الفرائض وعن صلاة الليل. أما صلاة الضحى فهي سنة مؤكدة، ووقتها من ارتفاع الشمس إذا روح إلى وقوف الشمس في كبد السماء، أي توسطها في كبد السماء، فهذا وقت صلاة الضحى، وكل ما تأخرت فهو أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني حينما تنزل حرارة الشمس على الأرض، وذلك قبل الظهر، فإن صلىها في أول الوقت فحسن، أو في وسطه أو في آخره فحسن، فهي سنة مؤكدة، وأقلها ركعتان وأكثرها 8 ركعات، كل ركعتين بسلام. وأما الرواتب التي مع الفرائض فهي 12، 4 ركعات قبل الظهر، وركعتان بعدها هذه 6، وركعتان بعد المغرب هذه 8، وركعتان بعد العشاء هذه 10، وركعتان قبل الفجر هذه 12 ركعة. وإن صلى قبل الظهر ركعتين فقط وبعدها ركعتين فلا بأس بذلك، وإن صلى بعد الظهر 4 ركعات وقبلها 4 ركعات فهذا أفضل أيضا. وأما صلاة الليل فإنها لا حد لها، لا حد لها محدد، فيصلي ما تيسر له من الليل، وإذا اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم بأن صلى 11 ركعة أو 13 ركعة فهذا أحسن، وإن صلى أقل أو أكثر ويختم ذلك بالوتر فلا بأس بذلك، الأمر في هذا واسع والحمد لله. جزاكم الله خيرا. ما رأي فضيلتكم في الكتب التالية؟
الثانية الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الكافي. هذا كتاب جيد للإمام ابن القيم وفيه فوائد عظيمة وبحوث وفيه بحوث مفيدة في التحذير من السيئات والذنوب وإرشاد إلى التوبة إلى الله عز وجل وبيان لأضرار المعاصي والمخالفات وما يترتب عليها من العقوبات. وفيه مباحث جيدة عن الشرك وأضراره وأخطاره وأنواعه وفيه مباحث عظيمة فهو كتاب جيد. نعم. قصص الأنبياء لابن كثير لا بأس بذلك لأن الإمام ابن كثير إمام جليل ومؤلفاته مفيدة ومن ذلك قصص الأنبياء وأظنه مأخوذ من كتابه البداية والنهاية مستخلص منها على الجملة هو كتاب طيب. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا.